خلينا نطلع نشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي، وسالناهم الحقيقه فاكر جمله التسعه في الاهلي ولا لا؟ تعالوا نشوف قالوا ايه. طبعا كلنا فاكرينها، وهي جمله بنستخدمها كلنا دلوقتي على السوشيال ميديا سواء على الفيس او غيره. يعني معالي خليل البلوشي كان في الماتش ده كان نجم الساحلي، كنا هنا في مصر وكنا محتاجين نصعد لو كسبنا الماتش ده، واجاي جاب جون وخليل البلوشي علق عليها. طبعا هي من اقرب الجمل لينا، والبطوله دي اصلا كلها غاليه. جمله التاسعه بتوقيت الاهلي طبعا دي غاليه على كل الاهلاويه طبعا، يعني دي حاجه اكيده. يعني كان قالها في ماتش النجم الساحلي والاهلي لما كان بيتلعب في القاهره هنا، لما كان اجاي جابه كان جون مهم بعد ما جاب اجاي جون. والجمله دي في دوره كانت عزيزه علينا ومهمه علينا قوي، يعني الجمله غاليه على قلبنا كلنا طبعا. وقالها المعلق الكبير خليل البلوشي في مباراه الاهلي والنجم الساحلي. طبعا فاكرها اللي اتقالت في ماتش النجم الساحلي اللي قالها خليل البلوشي. ايوه انا فاكرها دي، فكرت في التاسعه كان المعلق البلوشي ده معلق كبير جدا وراجل محترم وبيحب الاهلي والاهلاويه كلهم بيحبوه. المعلق خليل عرفوا التاسع بتوقيت الاهلي قالها ساعه ماتش كان النجم، كان المفروض الماتش ده هيأهلنا بعد كده للدور النهائي او قبل النهائي. فاول ما جبنا الجون خلاص قال لك التاسع بتوقيت الاهلي، كان عنده يقين ان الاهلي خلاص هياخد التاسع اكيد يعني، فعشان كده قال التاسع بتوقيت الاهلي. هي جمله التاسع بتوقيت الاهلي كان قالها المعلق خليل البلوشي، وكان بنقابل النجم الساحلي وعلقت في وجداننا، وطول عمرنا بنفتكر انتصارات الاهلي في اي بطوله. طبعا استاذ خليل البلوشي ده في دوره التسعه ديت على قلبنا، واحنا عارفين كل كلمه وكل حرف قالها طبعا، واحنا مبسوطين جدا طبعا.